مشاهدينا الكرام مشاهدي قناة النيل للتعليم العالي، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من الجامعة. من الجامعة اليوم في مقر كلية الإعلام جامعة القاهرة لحضور مناقشة رسالة الماجستير المقدمة من الإعلامية الباحثة لمياء سليمان عبد الكريم، وعنوان الرسالة علاقة الشباب المصري بالمضامين المقدمة في الإذاعات التجارية، دراسة على عينة بحثية من الطلاب في الجامعات المصرية. تعالوا معا لمتابعة هذه المناقشة. مشاهدينا الكرام، الأستاذة لمياء سليمان عبد الكريم سليمان الباحثة في مرحلة الماجستير واللي هتبدأ مناقشتها بعد دقائق بسيطة. مرحبا بي. أهلا بيكي، أهلا بيكي وأهلا بالتلفزيون المصري وأهلا بأبناء التلفزيون المصري اللي بنفخر دائما باهتمامهم بالجانب البحثي والعلمي بجانب تجربتهم الحية واللي بنفخر بيها دائما داخل التلفزيون المصري. بتمنى لك كل توفيق في مناقشة رسالتك النهاردة. ميرسي، وبتمنى التوفيق لكل الموجودين، وان شاء الله يكون الطريق مفتوح لكل الباحثين ولكل ابناء ماسبيرو في استكمال الدراسه العلميه والبحث العلمي. عنوان الرساله علاقه الشباب المصري بمضمون الاذاعات التجاريه. اختيارك لهذه النوعيه من الاذاعات وتاثيرها على شبابنا وهدف الدراسه. فكره الاعلام والربحيه من الاذاعه وترجمه دقائق البث الاذاعي لدخل لاي مؤسسه اعلاميه فكره بقت ملهمه في الفتره دي، واعتقد مؤسسات كثيره سواء حكوميه او خاصه بتدار بالفكر ده حاليا. فكره ترجمه الوقت لفلوس تعلن قيمه المضمون والمحتوى المقدم، فكره ممكن لو تم اضاءتها بكافيه وبشكل محترم تؤثر على جانبين، جانب المتلقي وجانب رئيس المؤسسه او العاملين في المؤسسه. الاضاءات التجاريه الحكوميه والخاصه اعتقد ان ده انا اشتغلت عليه اكثر. الحكوميه كنموذج ليها اذاعه الشرق الاوسط وهي الوحيده في مصر. الاذاعات التجاريه كانت اول اذاعه تجاريه خاصه في مصر هي اذاعه نجوم اف ام، وكانت دراستي دراسه معتمده على الاذاعتين. الدراسه من المدرسي منهج نسحب العينه، كانت عينتي تقريبا 400 مفرده من طلاب الجامعات المصريه الحكوميه والخاصه. تعرفت من خلال استماره استبيان وتحليل استبيان خاص على ما هو المطلوب للشباب بالتحديد من القائم بالاتصال، من القائمين على العمل الاذاعي، من المواد المقدمه، من مخرجين، من معدين، اللي يخلي الشباب يستمروا في الاستماع للاذاعه في الفتره اللي جايه. واعتقد ان النتائج كلها كانت في صف الاذاعه كما كان سابقا. عايز اقول لكل اللي بيسمعونا، الاذاعه صحيح هي وسيله اعلاميه من اوائل القرن الماضي، لكن في مقوله رائعه للكاتب بريخت الالماني بتقول ان الاذاعه ستكون افضل وسيله اعلاميه في العالم لو استطاع المستمع ان هو يتحدث مستمع يسمع. واعتقد ان احنا شايفين ان ده بيتحقق دلوقتي من خلال الفيسبوك، من خلال تويتر، من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، من خلال التليفونات. اكثر الاذاعات اللي بتحط نجاح هي الاذاعات اللي فيها المستمع الظاهر بوضوح، ودي كانت واحده من اهم المقترحات اللي انا يعني اقترحتها وتوصيها في الرساله. من الواضح كده ان توجهات للإعلانات كوسيلة للارتقاء بمستوى المضمون، لكن ده مش هو السائد. احنا عندنا صحيح هو الهدف الأول هي غاية، لكن وسائلها يمكن فيها بعض السلبيات. توجهك الإيجابي ده نحو الموضوع ما أثرش على نتائج العينات والمعلومات اللي انت استقطتيها من عينة. بصي بقى، انا هقول لك حاجه مبهره جدا. انا هقول لك نتيجه العينه، الشباب رايهم ايه؟ الشباب على وعي تام بفصل المضمون المقدم عن المضمون الاعلامي. عارفين كويس قوي الاعلام دوره ايه والمحتوى المقدم دوره ايه، تثقيفي، ترفيهي، تنموي، ابداعي، ايا كان. الشباب وجدوا تقريبا 40% من العينه وجدت العالم جنب وجود الاعلانات، ودي على فكره نسبه بسيطه، مش نسبه كبيره.
نسبة أيضا متوسطة من الشباب أشار إلى أهمية التنمية قبل الإعلان، على فكرة ده يعني تقليد وشيء في المراسيق التنمية، نحن نقول دي فقرة إعلامية، عدم الخلط ما بين الفقرة الإعلامية أو المضمون المقدم والفقرة الإعلامية، وده فخر بيقع فيه كتير من المؤسسات الإعلامية، الشباب على وعي ده ودراية ده وبيطالبوا بتطبيقه مستقبلا في الإذاعة وفي كل وسيلة إعلامية. بتمنى لك خلال المناقشة كل الثقة وكل النجاح وكل التوفيق وكل الرضا من أعضاء اللجنة، وتكون المناقشة دي بعد لخطوات راسخة أكبر بمشيئة الله في الدكتوراه، لكن هنقابلك بعد المناقشة بمشيئة الله عشان مهمة. أكيد أنا عايزة هنا في منارة من منارات الإعلام والبحث العلمي كلية الإعلام جامعة القاهرة، عايزة أشكر زملائي في اتحاد الإذاعة والتلفزيون، كلنا ناس بيرو، كلنا الإعلام الرسمي للدولة اللي اتعلمنا على إيدين أساتذة كبار، عارفين كويس أوي الكلمة وأهميتها ودورها في الفترة اللي جاية. وأنا مش أول واحدة في طريق البحث العلمي، لقيت زملاء سبقوني في الإذاعة والتلفزيون ماجستير ودكتوراه مسبير مليء بالكوادر الاعلاميه الواعده، ورؤسائنا دايما بيمدوا لينا هذا الوطن، عايز اقول لك القاعه هنا مليانه برؤسائي وزملائي، استاذ عبد العزيز رئيس شبكه راديو النيل، استاذه الفاضله استاذه هند لطفي رئيسه شبكه الشرق الاوسط، ان شاء الله الزملاء يعني في الطريق، وارجو ان يكون البحث العلمي فيه افاده للاعلاميين وللوطن. Gracias.
أعضاء الشباب الجامعي بمختلف المستويات العلمية والاقتصادية وغير التعليمية، أعضاء قسم الحاضرة الخليجي 18 من 25 سنة. أهم نتائج الدراسة، وعلى كل قسم في عائلة بنسبة 62.8% في مقابل نسبة 37.8% لن تستمع للإذاعات بشكل قاطع. تسعد بعرض الأغاني والإهداءات وكذلك الأوقات المسابقة. هي قضية رعاية البرامج الإذاعية التي يفضل الشباب الجامعي الاستماع لها بكلتا المحطتين، خلال البرامج الثقافية والبرامج الدرامية، مؤكدين على الاستفادة بدرجة متوسطة من المضمون المقدم بكلتا المحطتين. جاء قبل الظهر من بعد العشاء مساء على فترات استماع لعائلة الدراسة من مستمع محطة نجوم اف ام، في حين جاءت الفترة الصباحية هي الأهل السلام لدى عائلة الدراسة من مستمع محطة الشرطة الوسط. ارتفاع مستوى إشباع المتخصصة من الاستماع يمكن محطة نجوم اف ام وهي مرفق كنتم تنتظر في مدرسة عن محطة الشرطة الأوسط بوزن سرعة كنتم 55.2 درجة. أشارت نسبة 59.5% من عينة الدراسة إلى عدم جدول بث الإعلانات في المحطة الإذاعية، وفي المقابل نسبة 40.5% من العينة ترى أهمية للإعلانات. وكانت الأسباب كثيرة، تعد مصدر معرفة بالمنتجات والسلع بطريقة سهلة، كما يعتمد تعمل على زيادة التوعية للأطفال المجتمعية المهمة. الفصل الاول توجد مقدمه عامه للدراسه، تقولي لي انت هتعملي ايه؟ مقدمه للدراسه كلها مش مقدمه الفصل الاول. فانا يعني بقول لك انصحك ان المقدمه اللي انت عاملاها دي اعمليها تحت مسمى مقدمه عامه للدراسه. كل فصل لو سمحتي يا لمياء يكون ليه مرايه، المرايه بتحطي فيها اهم النقاط التي يتضمنها الفصل. عارفه ليه؟ لان انا بتعب جدا اني اقعد ابص للفارس وابص على النقاط هل استوقفتها ولا لا، لان هناك بعض الباحثين يحط نقاط بس ما يتكلمش فيها. ينسى من كتر ما بيتعب بينسى، لكن المرايه هتساعدني ان انا ابقى عارفه انت هتعملي ايه. شوف انت عامله مقدمه، انا كنت عارفه هذه المقدمه توضع خارج الفصل وليس داخل الفصل، والفصل حطي له تمهيد بسيط في مقدمه ثلاث اربع نقط. مشكلة الدراسة، أنا كذلك الفقرة الأولى اللي أنت حطاها، أنت طبعاً عارفة إن الماجستير بتبقى مرحلة أصعب بيجمعها، والله لو قتلتيه مش هيسيبها. لازم يحطها ان شاء الله على ايه؟ فانت حاطه المقدمه بتاعت مشكله البحث فيها معلومات واحصائيات مهمه جدا، بس مش مكانها هنا يا حبيبتي، مكانها مع الجزء النظري. انت من اول الجزء الثاني هو ده فعلا مشكله البحث الحقيقي، بس هذه الاحصائيات مهمه. فبالتالي لازم احطها، بس احطها في المكان الصحيح بتاعها. عندك المرجع رقم واحد بتاع مجد هاشم من الناشر، لو سمحت يا مجلاء يا لمياء معلش حاولي، بس دي بتصبح عندنا نتيجه ان احنا بنبقى متسرعين. في صفحه 5 يا لمياء وانت بتتكلمي عن الاهميه، الحقيقه انا لا ما بحبش اي باحث يقول لا كليه ولا نظره الدراسات. انا كتبت ثلاث دراسات عندي اهو، معناها انه لا توجد لا كليه ولا نظره. فبالتالي يعني بلاش شيلي نقطه الكليه. انت بتقولي مقدمة القصد على تطور الاذاعه على مستوى العالم وافريقيا بشكل خاص وتنوع. بصي لما انت بتكلمي متخصص وما بتكلميش طالب، عارفه هذه المعلومات احطها في كتاب لو هكلم بيه طالب هيدرس اعلام، لكن انت بتكلمي متخصصين، فانا عارفه كويس قوي ان الاذاعه نشات ازاي وتطورت ازاي سواء على مستوى مصر او مستوى العالم. دلوقتي انت بصي في الفقره نمره 5 قلتي هتتم انشاء خدمات اذاعيه جديده زي محطه حلايب وشلاتين بتحطي معلومات حتى بعيده عن رسالتي. انا يعني الله يرحمها كانت استاذتي الدكتوره جيهان، هي اللي ادتني الماجستير والدكتوراه، كانت تقول لي حطي العنوان قدام عينك وما تروحيش ولا يمين ولا شمال. فانت بتبذلي جهد وبتجيبي معلومات حلوه بس هي بعيده، عارفه ايه؟ انا طبعا ما رضيتش اقول حاجه للدكتوره هويده عشان بس انا قلت بلاش بقى، لا انت عارفه انت
لو اختصرت كل الاشياء التي لا علاقه لها مباشره بالمساله هتفضل قيمه زي ما هي وخلاص، يعني انت بذلت الجهد ده واحنا عارفين. في الصفحه الثالثه تفيد بدايه الدراسه في رسم السياسه الاعلاميه المستقبليه للاذاعه وتستهدف الجمهور. هل عيالك هل دي اهميه ولا هدف؟ طبعا ده هدف، انت عايزه تساعدي في رسم السياسه الاذاعه. طب معلش اهدافك كلها يا لميس اللي انت حطاها هي نفسها التساؤلات، ودي كل ما كل الباحثين يقعوا في هذه الخط، يعني يمسك تساؤلات ويسقط في هيئه اهداف، هو الحقيقه هو بيصير الهدف الاول وبعدين يروح يحوله لمجموعه من ال. هنخش على الاطار النظري بتاعك. انا يعني ما عنديش اي تعليق على الاطار النظري، بس هو حقيقه في تطوير لنظريه الاستخدامات والاشباعات، هي بقت بتسمى الان الاشباعات والتاثيرات، يعني ما بقيناش حتى بنقول المسمى القديم. مش مشكله انت ممكن تضيفي فقره بسيطه عنها، بس اللي زعلني لم ان انت اعتمدتي بنسبه 90% على الرسائل العلميه. اكتر من اعتمادك على الكتب، مع ان احنا عندنا كتب في النظريات قويه جدا وثريه جدا، محمد عبد الحميد وسامي طايا والدكتور حسن، يعني دي كتب، الكتب دايما نقول عليها اقوى شيء، ولا ما اقولش اسمي بقى. فدايما اما اخد عفه من كتاب اضمن بكتير من اني اخد من رساله. لو سمحتي هنخش على الدراسات السابقه يا لميا، وانا همشي سريعا كده. اول حاجه لازم ترقمي الدراسات السابقه، يعني لو عايزه اقول لك مثلا دراسه رقم هقول لك رقم كام، هو مفيش رقم، فبالتالي لازم ابقى عارفه رقم. عندك دراسات كتيره خارج المحاور اللي انت وضعتيها، انا هشيل عليها بقى واحنا ماشيين بسرعه، واحد واثنين خارج. وبعدين عايزاك يا لميا وانت بتعرضي الدراسات السابقه تتبعي اسلوب واحد حتى، انت في عندك دراسه تبدأي صح، البدايه انا بقول طبعا العنوان والاسم والسنه وكله، وبعدين اقول هدف الدراسه ايه؟ منهجها ايه؟ عينتها ايه؟ اهم النتائج المرتبطه بيكي انت، مش اهم النتائج العامه. انا بصليكي في حته تقولي الهدف وفي حته تخشي على النتائج مباشره، امشي بقى باسلوب واحد، لازم اقول كل دراسه هدفها ايه؟ وبعدين الاقي برضه رساله كبيره قوي، يعني انت اهتميتي بيها وخدتي منها اجزاء كبيره جدا، ورساله خدتيها في نص صف. حاولي الى حد ما تكون متقاربه مع بعضها. انا بقى مش هقول لك ان خارج المحور، انا مش عارفه ارقمهم لك، فانا في الدرجه وخارج المحور، خارج المحور هنمشي بسرعه، انت بقى هتبقي لو انت تشوفي اللي خارج المحور دول. لو سمحتي صفحه 31 انجي رجب شعبان، دي بنتي مش بنتي الحقيقيه، هي بنتي في الدراسه وهي نشت في جامعه حلوان وليست جامعه عين شمس، لان انا مشرفتها ماجستير ودكتوراه. صفحه 31 انا هقول لك الرساله كلها، صفحه 31 انجي دي جامعه حلوان. التقرير لو سمحت يا لمياء لا توضع ضمن الدراسات السابقه. تقرير ما هواش دراسه، فما تحطوش، حطيها كمعلومات في الجزء الخاص بتاعك. بصي يا لميا انت احيانا كنت يعني بصي صفحه 36 بتحطي ساعات المرجع السابق، بتحطي السنه وساعات تنسيه. فلو سمحتي اما يبقى في مرجع سابق حطي لي السنه على طول، عشان مثلا افرضي الدكتوره هويدا انت واحده من كتابين، انا هعرف انهي كتاب فيهم؟ لازم انت بتقولي لي مرجع سابق هويدا مصطفى مرجع سابق بس، طب هي ليها ثلاث كتب انهي مرجع في الثلاثه دول؟ لما هتقولي لي مثلا سنه 2011 هعرف انه الكتاب اللي هي حاطه. يسعدني أن يكون لنا هذا اللقاء مع الأستاذة الدكتورة نايلة حسين، أستاذ ورئيس قسم الإعلام بكلية الآداب جامعة حلوان. أهلا بحضرتك، أهلا بك. مناقشة ثرية ومدققة في كل الخطوات البحثية اللي تبعتها الباحثة، ولكن اسمحي لي الإشارة لأهم النشاطات اللي حضرتك أثرتيها، وهي مدى استفادة الخبراء الإعلاميين في المجال الواقعي في الإعلام بتوصياتكم البحثية والعلمية كأكاديميين في المجال، ولماذا لا يوجد هذا التواصل الواجب بينكم؟ هو الحقيقة كلام حضرتك صح، هو ما فيش اتصال مباشر بين الأكاديميين وبين الإعلاميين الممارسين، وإحنا بنفتقد ده لأن إحنا بنكمل بعض.
يعني المفروض انا لما بعمل دراسه وبنتهي الى توصيات لازم اقعد بيها للطعم بالاتصال علشان بديله الخطوط او اللاينز اللي هو ممكن يحطها اعتبار وهو بيصير الرساله الاعلاميه. لكن الحقيقه احنا جربنا كتير بنوصل لمسؤولين بنوصل لهم رسائل وبنتكلم لكن ما بنلاقيش اي حاجه يعني تم تنفيذها او اقل القليل. معين الله انا واثقه ان احنا لو زاد التعاون بينا هيكون لصالح المشاهد وليس ليا ولا لحضرتك المشاهد في العمليه الاعلاميه بوجه عام. ولكن عايز اقول ان من يتقدم بخطوات بحثيه لافكار وابداعات وتوصيات فعاله في المجال هم عميلين في المجال. البحث اليوم هي مذيعه في اذاعه الشرق الاوسط. التوصيه بقى الحقيقيه من حضرتك كاستاذه واعلاميه وخبيره اكاديميه في المجال للزميله الكريمه لمياء بعد اتصالها على المجال. الحقيقه التوصيه هي عملت جزء رائع عن الراديو في افريقيا. واحنا كنت اقصد يعني انا عملت بحث من اكثر من 10 سنين وكنت سايقه في سؤال عابر للشباب المصري لو ما لقيتش فرصه عمل في بلدكم وتواجدت في قاره افريقيا تروح؟ للاسف قالوا لا. لانه يجهل افريقيا ما يعرفش عنها اي حاجه. على الرغم من اهميه قاره افريقيا اللي احنا بننتمي ليها دي القاره السوداء بتاعتنا الغنيه بكل شيء. وبعدين ده احنا اصحاب بقى الرياضه فعلا كاذاعه في افريقيا. فانا بقول لها يا ميس كنيري ويا ريت تسجل الدكتوراه عن الاذاعه في افريقيا. مشاهدينا الكرام ويسعدنا ان يكون لنا هذا اللقاء مع الاستاذه الدكتوره هويده مصطفى استاذ الاعلام وعميد كليه الاعلام السابق. اهلا بحضرتك معي. اهلا بيكي واهلا بكل مشاهدي قناه التعليم العالي. دكتور هويده اظن ان هناك فارق كبير بين ان يكون الباحث الاكاديمي في مرحله الماجستير او الدكتوراه هو باحث في دراسه اكاديميه وايضا من العاملين. هناك احساس بمشكلات هذا المجال وبضروره خدمه البحث العلمي بصوره مباشره من خلال دراسته. حضرتك استشعرت هذا الفرق في البحث المقدم من زميلتنا الاستاذه لمياء ولا كان الجانب البحثي تقريبا متساوي؟ هو الحقيقه حضرتك قلتي يعني عنصر مهم جدا ودائما نحن يعني كاكاديميين نتحدث دائما عن ضروره المزاوجه ما بين الخبره العمليه والاطار والدراسه الاكاديميه. وهذا ما يعني نحاول دائما في كليات الاعلام ان نلتزم به بحيث انه يكون في الباحث لديه التكوين العلمي والاكاديمي وفي نفس الوقت اذا كان لدي الخبره المهنيه والعمليه هذا يكون يعني افضل بكثير لانه يستطيع ان يكون له رؤيه من عرفه ومن عمله ومن اقترب من المشكله. الحقيقه ان هذا ما تحقق في هذه الرساله لان الباحثه لمياء سليمان بصفتها طبعا هي بتعمل في اذاعه الشرق الاوسط
اعلاميه مارست مهنه الاعلام وتقديم البرامج وان كان لها خبره كبيره في العمل الاذاعي، هذا اعطى كثير بجانب ان ما اكتسبته من تاهيل اكاديمي وعلمي في كليه الاعلام من خلال دراسات السنه التمهيديه واللي بتمهد لدراسه الماجستير، اكتسبت خبره اكاديميه مهمه في مجال مناهج البحث والاساليب الاعلاميه والاساليب البحثيه، فهذا جانب مهم جدا. الجانب الاخر الذي تتمحد به انها قربها من بيئه العمل الاذاعي، فبالتالي هي اكثر يعني تستطيع بشكل كبير ان تلمس كل ما تعاني منه يعني العمل المهني عن قرب. وبالتالي هي اختارت موضوع هذا الموضوع ليه ارتباط كبير بمجال عملها، وهذا شيء يعني بنشجعه دائما في كليه الاعلام، لاننا يعني الممارسه مع العلم شيء يعني ايجابي جدا، خصوصا ان احنا بنتوصل من خلال هذه الدراسه لمجموعه من المقترحات اعتقد انها بتفيد القائمين على العمل في الجزئيه التي درستها الباحثه. وهذا بالفعل ما قامت به، لان كمان دراسه الاذاعات التجاريه كنماذج هي لم تدرس بشكل كافي. ربما كانت التجربه الاولى لليها الرياده في مصر هي اذاعه الشرق الاوسط، اصبحت الان شبكه الاذاعات التجاريه، وما كان ذلك من تجارب مختلفه. الباحثه ايضا استطاعت ان هي تجمع نماذج من دول مختلفه عن المضمون التجاري كيف يقدم، ما هي يعني اشكال هذا المضمون، كيف نستطيع ان نصل الى الجمهور، خصوصا هي اختارت قطاع مهم، قطاع الشباب كيف يتفاعل ويتعامل مع العمل الاذاعي. اعتقد الخبره العمليه هنا جعلتها كمان تجري جزء مهم جدا في الرساله مع القائمين، المقابلات المتعمقه، يعني انا اعتبر انها اضافه مهمه جدا، لم يكن لطالب اخر او باحث اخر ان هو يستطيع ان يبنيها بهذا الكم من القيادات العمل الاذاعي في مصر. استطاعت انها تكتسب منهم الكثير من المعلومات، وايضا لانها بتهتم بانها تطور الاذاعه في مجال الاذاعه التجاريه، فبالتالي كان ضروري جدا هذه المقابله، فهذا اضافه كبيره بصفتها طبعا بتعمل في هذا المجال. موضوع الرساله لانه البعض يتصور ان الاذاعه قد ماتت في عصر مواقع التواصل الاجتماعي، ولكن انا بملك الاذاعه قدره على الاستمرار حتى في بعض المحطات الاذاعيه، لان انا افضل قدره على تحقيق مواد من الاعلانات تقوم بعض القنوات التلفزيونيه. واصبحت حاليا علاقه بين الاذاعه والجمهور بين المستمعين وخسران السياره يصل الاستماع حقوق الحياه مثل المشاهده للعديد من القنوات، ونسبه بعيده كمثل المسير نفسه العديد من محطات الاذاعه تحقق نسب الاستماع ايرادات من الاعلانات نسب تفاعل الناس اكبر بكثير مما تحققه بعض القنوات ايضا داخل المسير، وهذا يعطي اهتمام بهذه الدراسه. اعجبني في هذه الدراسه ايضا انه الباحثه اجتهدت في اختيار اطار نظري ملائم للدراسه. ايضا راجعت العديد من الدراسات السابقه العربيه والاجنبيه، وارهقت نفسها في العديد من المراجع العربيه والاجنبيه في هذه الرساله. جمع طلب الباحثه بين آلتي الاستبيان والمعادلات المتعمقه كاعدادات اوليه في جمع البيانات المهمه الى حد كبير، كانت المعادله الاحصائيه مرضيه الى حد كبير. ايضا هناك انضباط منهجي في عدد من عناصر الرساله في الفنزين. طريقة المراجع كما ذكرت حديثة ومتنوعة، وده يحسب أيضا للباحثة، وأهم ميزة في هذه الرسالة هي دقة اللغة التي كتبت بها. في واقع هذه هي الميزة الأبرز لأنه إعلامية، وكنت سأكون غاضب منها جدا حينما تكون اللغة العربية أقل من ذلك، لكن هناك سلامة في الأسلوب وبساطة في الأسلوب وبساطة في تفصيل المعلومات للأطفال. هذا بالإضافة إلى استعرضها بالعديد من الرسوم التوضيحية في عرضها لبعض المجال. كل هذه المزايا تؤكد أن احنا أمام عمل علمي متكامل واجتهاد متكامل، والحقيقة ده بيحسب ليس فقط للباحثة ولكن يحسب أيضا لمشرفة الباحثة الأستاذة الدكتورة عويدة
اسمحي لي أنني بشكل سريع وأمر على بعض النقاط السريعة. ليست نعلم إن بعضها زمائل الدكتورة ويدا وخلافه وكانت النظر. أنا بس اليوم لاحظت إنه علاقة الشباب المصري بالمنظومة المرتفعة في الإذاعات التجارية. والواقع الرسالة أكبر من هذا، الرسالة أكبر من ده. أنت لا تدرس فقط علاقة الشباب بالمنظومة، ولكن درس علاقته ما هي الإذاعات التي يستمع إليها، وما هي الأنصاف التي يستمع إليها، وما هي المنظومة المرتفعة التي يستمع إليها. أنت عمومية من ذلك الأشياء علاقة الشباب المصري في المحطات الإذاعية في الجزائر.
إذا المسألة لا تختلف بجمع معلومات وتحقيق معلومات بفترة لا تختلف، لماذا يمكن أن نفضل من بديل من إذاعة المسألة؟ ننتقل لآخر الفصل الرابع، الفصل به نتائج الدراسة، وهذا الدراسة الكلامية لبعض الملاحظات وأرجو أجاوبها بجد واحد، وتوفى ما دام السؤال أو أي شيء ممكن بعد الفصل 92. الفصل 92 ده ملحوظة، وإذا تم تكرارها في الجدول الثانية أنا مش هعيدها مرة ثانية. الجدول رقم 6 يعد استدعاء المحققين بجماعيتين معينات الدراسة. وحكيت نسب عن مدى الاستماع ثم نجوم الفهم ثم الشرط الاوسط وجمعت التكرارات بشكل مؤشرات اللي انت حطها بالدراسات السابعه كانت تقول الباحثين بيفكروها انا ما بتهمنيش في حاجه خالص الا حاجه واحده، بصمة لمياء على الرسالة. يعني انت كتبالي مدى الاستفادة فانا اقول لك كل ما يش كل اللي انت كتبالي ساعدتني في الاطار النظري، ساعدتني في التساؤلات، ده عارفة احنا يعني استنبه احنا حافظينها وكلنا بنحطها، لكن انا عايزة اعرف لمياء ما هو البديل اللي هتضيفه عن كل الباحثين اللي هي رجعت لهم وقرت لهم. انا هضيف كذا، خلاص سطر واحد يكفيني. لان انا كتبالك لمياء طبعا الدراسات السبعة لا تساعدك ابدا في تحديد اطارة النظر، انت بتحدديه وفقا لعنوانك، كل دراسة ليها ما يناسبها في الاطار النظري. وكذلك طبعا 30 صفحه لمياء الله يعني انا اصلا عينيا مش بتشوف ايه طلعت يعني الحد اللي مقابلين راحوا اما انا برضه كان الدراسه. هنيجي لو سمحتي لصفحه 44 التساؤلات. انا فوجئت بيك يا لمياء ان انت عامله معدل الاستماع، طب ما في حاجات اسئله كتير انت نسيتيها يعني هو اهم يعني انت حطيتي لي على طول بصي معدل الاستماع ورا الدراسه صدمت المحفوظ اقول له معدل الاستماع قد ايه؟ طب رفعك طب انت بتشوف مع مين؟ بتتكلم في اللي بتشوفه ولا ما بتتكلمش مع مين؟ مع ان انت حطاها في الجدول اي حطيها هنا بقى لان انا قلت لك انا اتصدمت لان لو واحد دخل عليا باستماره كده اتخض مني يا ابني مش تمهد لي كده سلام عليكم ونقعد نحكي مع بعض شويه بس يسالني ايه هو عايزه. انا بقول لك المضمون لو سمحت يطلع من فوق يا رب لان انت بصي قبل ما تساليني عن دراعي انت بتشوفي ايه؟ انا بحب اشوف الاعلانات ولا ما بحبش؟ بحب اسمع الاذاعه ولا ما بطبق لما بسمع الاذاعه بسمع ايه؟ انا يمكن تافهه بسمع برامج مالهاش اي اهميه وبالتالي هيبقى المضمون بيأثر على اسبابي واتجاهاتي فخلي المضمون دايما فوق. هنتكلم في كلمه المدى دي بس لما نوصل لحظه. انا عايزاكي بقى بصي التساؤل 11 و12 و13 تنقليهم فوق قبل ما تتكلمي، يعني انت اتكلمتي عن الاعلانات بصفه عامه ومضمونها واهدافها واستخداماتها واشباعاتها ورحتي داخله في الاعلانات قلت كويس جزء من دراستك ورحتي راجعه تاني تكلميني عن الاعلانات، لا خلي بقى اسفه تكلميني عن المضمون، خلينا بقى ما دام دخلنا في الاعلانات تاخدها ورا بعضها، دخلنا في المضمون ناخد كل اسئلته ورا بعضها. الفروض انا ضمها لك مع بعض يا لمياء يعني اثنين وثلاثه يتضموا مع بعض، اربعه وخمسه وسته يتضموا مع بعض في فرد واحد، عارفه ايه؟ هتقللي عدد الصفحات وبالتالي تبقى الرساله اصغر. مشاهدينا الكرام الباحثة لمياء سليمان عبد الكريم سليمان الحمد لله وفقت ونجحت في اجتياز مناقشة الماجستير بهنيكي ألف مبروك. شكرا وبهني كل زملائي وبهنيكم وشكرا ليكم ولوجودكم في كل الجامعات المصرية.
طبعا 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 موضوع مهم جدا هو موضوع الاذاعات التجاريه والمضمون والشباب. احنا شايفين ان هو ده المستقبل، بتشتغل على موضوع مهم جدا، وده اللي احنا يعني كل الشباب في ماسبيرو بيشتغلوا عليه، اللي هو المستقبل. الناس فاهمه ان ماسبيرو خلاص بقى مبنى قديم ومبنى راحت عليه، لا طبعا ماسبيرو هو الموجود وهو التاريخ وهو الحاضر وهو المستقبل. مبروك يا دكتوره، وان شاء الله باذن الله دكتوره موفقه برضه بامتياز ان شاء الله. أشكرك. أستاذة لمياء، العين دلوقتي على التوصيات ومدى قدرتنا على تفعيل على الأقل نسبة مقبولة من هذه التوصيات. إن شاء الله أكيد الفترة الجاية هتشهد ظهور إذاعات جديدة ومختلفة، وأنا بنادي بأن يكون في إذاعات متخصصة كمان، إذاعات للمرأة وده ظهر منها في الأردن، إذاعات للطفل وده موجود منها كتير في العديد من الدول الأوروبية، إذاعات للسياحة أيضا موجود، فالعديد من الإذاعات المتخصصة هتخدم أكثر المجتمعات العربية والمجتمعات المصرية، المجتمع المصري، وإن شاء الله في الفترة اللي جاية يكون في نجاح على المستوى الإعلامي. شكرا. مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة النيل للتعليم العالي، كنا معا من الجامعة. شكرا لكم وإلى لقاء آخر إن شاء الله.